مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، ونرحب بضيفنا اليوم الأستاذ محمد أبو الفضل نائب رئيس تحرير الأهرام. مرحبا بك أستاذ محمد. لدينا عدد من الموضوعات والملفات في هذه الحلقة، اسمح لنا بالبدء في استعراضها. أعلنت واشنطن أنها تسرع من عمليات توريد الأسلحة لدعم العملية العسكرية بقيادة السعودية في اليمن، وهي علامة اعتبرتها جريدة نيويورك تايمز دليلا على عمق تورط إدارة أوباما في الهجوم. وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن تمد السعودية وحلفائها أيضا بمعلومات استخبارية. فيما قالت جريدة لوس أنجلوس تايمز إن إدارة أوباما وعدت بدعم حلفائها عسكريا في الخليج العربي، خاصة بعد الاتفاق النووي مع طهران، وإن أوباما يحاول إقناع الأنظمة الملكية العربية بضمانات تجعلهم أكثر أمنا من شراء أسلحة أو قدرات نووية من باكستان، وهو الأمر الذي سبق أن هددت به السعودية. وعلى صعيد الوضع الميداني، قالت جريدة انترناشنال بيزنس تايمز إن أكثر من 540 يمنيا قتلوا وجرح 1700 آخرون منذ آخر مارس بحسب الأمم المتحدة. وقالت اليونيسيف إن هناك أكثر من 74 طفلا قتلوا خلال المعارك الدائرة في اليمن، فيما تحاول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيصال طائرتين من المعونات الطبية، إلا أن منظمة الصحة العالمية أكدت صعوبة الحصول على المعونات وتوصيلها إلى هناك. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة للتصويت لصالح مشروع قرار تقدمت به دول الخليج لإنهاء سيطرة الحوثيين بحسب ما جاء في جريدة المشهد اليمنية. ويفرض مشروع القرار الخليجي عقوبات على كل من عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن، وأحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ويحظر واردات السلاح إلى الحوثيين وحلفائهم. أستاذ محمد، يعني كيف يبدو لك الدور الأمريكي في الحملة التي تشنها السعودية وعدد من حلفائها الإقليميين على الحوثيين في اليمن؟ بالفعل لا، الدور الأمريكي دور فاعل ودور مهم منذ اللحظات الأولى لبدء عملية عاصفة الحزم، والولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدور مهم سواء على المستوى اللوجستي أو على المستوى المعلوماتي. لا يمكن أن تتم عملية بهذا الحجم الكبير المؤثرة في المنطقة المتداخلة فيها عناصر وقوى محلية وإقليمية وربما دولية أيضا بدون أن تكون الإدارة الأمريكية لها دور فاعل. نحن نعلم أن هذه المنطقة القريبة من اليمن مليئة بالأساطيل الغربية وتحديدا الأمريكية، وبالتالي لا يمكن أن تتم عملية عسكرية بهذا الحجم بعيدا عن الأعين الأمريكية سواء بالمساعدة أو بالموافقة على الأقل. نعم، الولايات المتحدة استمرت لفترات طويلة تشن ضربات على تنظيم القاعدة في اليمن، فلماذا يعني لم تشارك بنفسها في هذا التحالف؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في أكثر من عملية، ولديها تردد أيضا في المزيد من العمليات. هناك كانت تدخلات أمريكية في العراق وفي أفغانستان، وتم الخروج التدريجي منها، ولا تزال هناك بقايا في أفغانستان حتى هذه اللحظة. أمريكا في عهد أوباما تحاول الانسحاب خارج المنطقة تدريجيا، عدم التورط في عمليات عسكرية، وإلا كان هناك اتجاه للتدخل في سوريا. أعتقد أزمة سوريا كانت تستوجب، لكن إدارة أوباما لم تحبز التدخل عسكريا لخطورة الأوضاع في سوريا ولتشبكاتها أيضا الإقليمية والدولية. أما فيما يتعلق باليمن، درجت واشنطن في الفترة الأخيرة أن تقوم بعمليات نوعية من خلال طائرات بدون طيار، سواء كان في اليمن أو في الصومال أو في ليبيا أيضا في الفترة الماضية، وحققت أهدافها. هي ليس لديها مصلحة كبيرة في التورط المباشر، لكنها هي تشارك أو تدير المعركة بشكل أو بآخر عن طريق حلفائها في المنطقة. نقلت صحيفة ديلي صباح التركية دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إيران لإنهاء الصراع الطائفي في الشرق الأوسط واتخاذ خطوات في التعاون مع تركيا لإنهاء إراقة الدماء في المنطقة خلال زيارته المهمة لطهران. أما جريدة الحياة فأكدت أن الرئيس الإيراني حسن روحاني طرح خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان في طهران مبادرة لتسوية الأزمة اليمنية تتضمن وقفا للنار وإيجاد أجواء تتيح إجراء حوار يمني لإعادة الاستقرار، وتعهد أردوغان بمتابعة الأمر مع المملكة العربية السعودية. بينما تؤكد صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التركي يسعى إلى علاقات اقتصادية أوثق، وذلك خلال زيارته إلى إيران، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد التركي دفعة قوية للأمام من خلال التجارة مع إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه رفع العقوبات المفروضة على إيران من الغرب.
وفي تعليق منها على تلك الزيارة تقول نيويورك تايمز إن تصريحات أردوغان الأخيرة تجاه إيران غير عادية، ولم يسبق لأي حاكم تركي سابق أن قالها، ينظر إليها على أنها محاولة لطمأنة إيران أن تركيا لن تنخرط بشكل كامل إلى جانب المملكة العربية السعودية وستبقي علاقاتها قوية مع إيران. يعني هذه الزيارة التي قام بها أردوغان إلى طهران تحظى باهتمام عالمي من مختلف الصحف، كيف ترى ما جاء في الصحف الأمريكية من تحليلات بشأن هذه الزيارة؟ هي يعني تركيا تدير التعامل مع الأزمة اليمنية بفروعها المختلفة، سواء في علاقتها تحديدا مع السعودية أو في علاقتها مع إيران، بطريقة مزدوجة، بطريقة ذات براغماتية عالية. هي تحاول أن تقف إلى جانب السعودية، وأعلنت موافقتها على هذه العملية، ووجه أردوغان اتهامات مباشرة إيران بالتورط في اليمن. ثم تأتي هذه الزيارة، أنا أعتقد أن هذه الزيارة لها مصالح اقتصادية كبيرة جدا. أنت تعلم أن اتفاقية الرور بين مصر وبين تركيا ستتوقف بدءا من 22 أبريل الحالي، وبالتالي على التجارة التركية اللي كانت تتمتع بمزايا عالية جدا مع مصر أن توجد خط بديل لتجارتها للوصول إلى منطقة الخليج. لا يوجد أمام تركيا إلا طريقين، إما طريق قناة السويس التقليدي وتدفع مصاريف باهظة نتيجة النقل، أو عن طريق إيران بريا، عن طريق إيران ومنها إلى منطقة الخليج. هناك اتجاه قوي ناحية إيران من قبل تركيا. تأتي الأزمة اليمنية في ظل هذه التطورات وسط عواصف إقليمية كبيرة جدا، تحاول أن توظفها تركيا بشكل عملي وبشكل كبير بما يحفظ لها دورها في المنطقة. هي تحاول أن تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع السعودية أرسلت قبل أيام قليلة ولي العهد إلى تركيا في محاولة لإغراءها ببعض المصادية، لمحاولة تطوير العلاقات، لمحاولة أن تتدخل عمليا في دعم عملية عاصفة الحزم. تركيا تستغل هذه اللحظة التاريخية في إقامة علاقات متوازنة مع الكثير من عناصر المنطقة. هي لديها فرصة أيضا لمحاولة أن تقوم بدور بشكل أو بآخر، لكن أنا أعتقد أن الأمور المتشابكة والأمور المعقدة لن تكون من السهولة بأن تسمح إلى تركيا بأن توظف كل هذه التعقيدات بشكل إيجابي تماما. لابد أن يكون هناك ضريبة أن تدفع. النقطة الأخرى في هذه المسألة أو القوة الأخرى المهمة، يمكن كثيرون مش واخدين بالهم منها، باكستان انا اعتقد ان احد عناصر الحسم والمهمه جدا في الازمه اليمنيه لاكثر من سبب. انت تعلم ان السعوديه طلبت من باكستان التدخل بشكل مباشر، التدخل بشكل بري. وزير الدفاع الفريق اول صبحي صالح البصري موجود، صبحي موجود الان في باكستان. لماذا باكستان، ولماذا الحرص على باكستان، ولماذا الاهتمام المصري السعودي باكستان؟ لدي تقدير في هذه المساله اذا سمح الوقت، يقوم على جزئين مهم جدا. الطبيعه الجغرافيه لباكستان تشبه الى حد كبير الطبيعه الجغرافيه في اليمن، وبالتالي هنا اهميه التدخل، اهميه في حال حدوث تدخل بري تكون هناك اهميه باكستانيه في هذه المشاركه. النقطه الاخرى المهمه في هذا السياق هي ان تدخل باكستان هو عنصر ضاغط على ايران بشكل او باخر نتيجه الحدود المشتركه، نتيجه ان هنا يمكن ان يكون رادع كبير لايران عن عدم التمادي على الاقل او وقف تدخلاتها في الأزمة اليمنية، وإجبارها على أن ترضخ إلى الشروط المصرية السعودية والتحالف القائم في عملية عاصفة الحزم. نعم، يعني كان هذا تحليلا مهما. تحولوا إلى المسألة الفلسطينية، فقد وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة القطرية الدوحة، يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن المرتقب بحسب جريدة البيان أن يلتقي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لبحث تطورات المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. فيما أعلنت حكومة الوفاق الوطني في اجتماع لها برئاسة رامي الحمدالله عن تشكيل لجنة لترتيب استلام المعابر في غزة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها، ولجنة لإعادة تشكيل حقيبة الوزارات لمعالجة مشكلة الموظفين المتضررين في القطاع على أساس تحقيق العدالة والإنصاف وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة للانقسام بحسب جريدة الحياة الجديدة. لكن الضفة الغربية ما زالت مشتعلة مع استمرار حوادث الطعن، حيث قام فلسطيني بطعن إسرائيلي عند نقطة تفتيش في رقبته بحسب ما جاء في الجيروزاليم بوست، وتم القبض عليه على الفور فيما اعتقلت قوات الأمن 6 فلسطينيين على خلفية الأحداث الأخيرة. أستاذ محمد، تلك ليست الزيارة الأولى للرئيس أبو مازن إلى
الدوحة حيث مقر إقامة خالد مشعل يعني رئيس حركة حماس يعني في المقيم هناك في الدوحة باستمرار، ومع ذلك لم يعني يحدث تقارب كبير في ما بين الفصائل الفلسطينية. ترى هل يمكن بعد يعني ما التطورات الأخيرة الانتخابات الإسرائيلية انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية أن يحدث هذا التقارب وأن تنهي الفصائل الفلسطينية هذا الانقسام؟ لاحظ أن يعني ترمومتر التقارب والتباعد ما بين حركة حماس وما بين القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن تتعلق بالتطورات الإقليمية. كلما كانت هناك الأوضاع الإقليمية ضاغطة على حماس كلما كانت تظهر قدر من المرونة، والعكس صحيح، كلما كانت الأوضاع الإقليمية مواتية لحماس كلما كان هناك قدر من التشدد والتزمت في الحوار الفلسطيني الفلسطيني. الآن الأمور تبدو ضاغطة وبقسوة على حركة حماس، لذلك تأتي هذه الزيارة التي تعقب يعني الكثير من التراشقات السياسية ما بين حركة فتح وحركة حماس خلال الفترة الماضية، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الزيارة يمكن أن تكون مهمة وفاصلة ومؤثرة بشكل أو بآخر فيما يتعلق بالحوار الفلسطيني الفلسطيني، لأن الحركة حماس تريد أن تكون موجودة، تريد أن تقول أنها جزء من الحل وليس جزء من التعقيدات الموجودة في المنطقة. هذه الزيارة سبقتها أيضا لقاءات وزيارات عديدة جدا سواء كان في الدوحة أو في القاهرة أو في غيرهما ما بين قيادة فتح وما بين قيادة حماس، لكن في النهاية الالتزام بما تسفر عنه هذه اللقاءات من نتائج عمليا وتطبيقها على الأرض سواء فيما يتعلق ب سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بشكل كامل أو سواء فيما يتعلق بالسيطرة على المعابر أو سواء فيما يتعلق بتحريك مسألة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بشكل أو بآخر وفقا لالتفاف القيادة الفلسطينية بشقيها سواء كان فتح أو حماس حول القيادة السلطة الفلسطينية الحالية. نعم، متواصلون معكم مشاهدينا، وبعد الفاصل نقرأ من الصحافة ما نشر حول تطورات الحرب على داعش والانتخابات البرلمانية المصرية، فابقوا معنا.